ثورات في كل أنحاء الدنيا مرت بلحظات عصيبة من هذه اللحظات، وانتصرت هذه الثورات في النهاية، وخمسة وعشرين يناير سوف تنتصر، وسوف تنتصر بهؤلاء الناس العاديين اللي يمكن ما شفناهمش زي ما بيقول الدكتور علاء الأسواني في الفيلم، لكن الناس العاديين دول حوالينا في كل مكان، يمكن مش مكتشفينهم النهاردة، لكن حنشوفهم بكرة، حنشوفهم في ميدان التحرير، وحنشوفهم في ميادين مصر جميعا، حنشوفهم في أنحاء مصر جميعا. ثقوا بالمستقبل، و الأمل ليس بعيد التحقيق مهما كانت الظروف التي نراها. احنا بنؤمن بهذه الأمة ونؤمن بهذه الثورة، وسوف تحقق هذه الثورة أهدافها. سترون في المستقبل ما سوف يجيء من أحلى الأيام إن شاء الله. شكرا جزيلا. دكتور عمرو حلمي، تفضل.